مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو هنغاريان؟ ما هي ميزات هنغاريان؟ ما هو هنغاريان؟ أول رمز خيري BEP20 هنغاري، هي رمز BEP20 تم إصداره على باينانس سمارت تشين في مهمة لمساعدة ملاجئ الكلاب. ما هي ميزات هنغاريان؟ في كل مرة يتم فيها تداول عملة VIZSLA ستتلقى منظمة خيرية تبرعات تنطلق VIZSLA لتحويل صناعة العملات المشفرة من خلال رد الجميل أثناء إنشاء عملة تفيد المؤسسات الخيرية وأصحابها. VIZSLA هو رمز إطلاق عادل مدفوع بالمجتمع، يشارك حاملو VIZSLA القيم وهم في مهمة لمساعدة الكلاب. إن الفريق متحمس تماماً للنمو طويل المدى لقيمة VIZSLA Coin، كما هو الحال مع التأثير الخيري الإيجابي الذي يتمتعون به بشكل جماعي من خلال البناء المستمر لإمكاناتنا التي تبدو غير محدودة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.